صغيرة وانا برا تا واحد ما عرف المخدم تصور على يومين المخدم ما بغى يجاوبني حسن يومين جا جاوبو وتقطع عليا المخدم والله ما بغى يجاوبني ولا قال لي تا فينك تقطع عليا قال لي دابا نجي وخلاني تنفطر يومين وانا تنفطر برا يومين وانا تنفطر برا غنباتو هنا غنبات والله ما مشيتي بلاصه خدام معاك السال في الحمام لاباس عليا وعندها 4 ديال الدير وعندها مليار فعندها الدير خاويين المقدم راه تنعيط لي يومان وانا تنعيط له ولا بغى يجاوبني ولا بغى يهضر معايا ولا بغى يجاوبني دابا نبقى برا بايت جا القايد وجا كلشي حتى واحد ما دارتي حاجه كلشي مشى بحالاته حتى واحد ما جاوبني انا هنايا دابا ما عندي فين نمشي وهنا غنباتي في الزنقه انا ولادي غنباتوا في الزنقه. اذا المشاهدين قناه شوفوا ديال تما كتشوفوا الحاله ديال هذا السيد جرات عليه مولات الدار ويومين هو كيبات في الزنقه واتصل بالعون السلطه باش يقدم له جديد المساعده ما تسوقش ليه مدة يومين هو كيتصل بيه شاهدي قناة شوف تيفي فحنا كنلقاو مضايقات في التصوير فأنا بغيت نصور وما خلاني سعادة القايد قال لي ما تصوريش رغم أنني كنمل عندي الوثيقة اللي عندي لوتوريزاسيون عندي الرخصة عندي كل شيء.